أقر مجلس الوزراء في جلسته السابقة تعديلات تشمل 6 مواد من نظام الخدمة المدنية، من أبرزها أنه لا يجوز الحجز على شيء من راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، بالإضافة إلى أن يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام، وذلك بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها، ويتم ذلك ابتداء من أول يوم في كل سنة مالية. للحديث أكثر حول تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف الآن الأستاذ عادل اليوسف، وهو الوكيل المساعد في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. أستاذ عادل حياك الله معنا في أهلا. يا هلا أستاذ مفرح، ورحب بك ومشاهدي البرنامج، يا هلا الله حي. أهلا بك. كثير من المواد طرحت يمكن يصعب استعراضها كاملة، لكن فيما يخص العلاوة السنوية وش الجديد اللي صار؟ طبعا العلاوة السنوية في النص السابق كانت محددة أنها تمنح في أول شهر محرم من كل سنة، باعتبار أن العلاوة كانت تمنح في بداية شهر محرم. وبعد صدور القرارات التي يعني والأوامر التي تنظم اللائحة العلاوة الدورية، وأصبحت تمنح في بداية السنة المالية، فتم تعديل النص اللي موجود في النظام في المادة 17 بناء عليه. وأصبح النص أنه العلاوة تمنح في أول يوم من كل سنة مالية. السنة المالية تبدأ بشهر كم؟ طبعا هي تبدأ ببداية السنة المالية في أول يناير بالنسبة للتاريخ الميلادي. جميل. إذا من أول يناير بيصير الإقرار، بس العلاوة نفسها ما صار في أي تعديل عليها؟ لا، هي نفسها بنفس شروطها وأوضاعها السابقة كما صدر فيه الأمر الأخير. جميل. نروح لفكرة الخصم من راتب الموظف اللي هو ثلث الراتب فقط. هذا وش الجديد اللي صار فيه؟ يعني النظام من أول كان يقر فكرة الثلث. لا، الجديد في أنه كان في السابق إذا كان الموظف موقوف بسبب مطالبة بدين للحكومة أو لغير الحكومة فكان يصرف له راتب الأساسي. في تعديل تم على المادة 19 قبل سنتين، وهذا التعديل في الفقرة باء نص على أنه يصرف الموظف الموقوف في حقوق خاصة نصف راتبه الأساسي، نصف راتبه الأساسي. فكان لابد من تعديل النص اللي موجود في المادة 20 يتوافق مع هذا التعديل في الفقرة باء، وأصبح يصرف الموظف الموقوف في دين للحكومة فقط وليس للحكومة وغير الحكومة، لأنه إذا كان دين الحكومة يصرف له راتبه الأساسي كامل، بينما لو كان بناء على إيقاف على حقوق خاصة يصرف له فقط نصف صافي راتبه الأساسي. طيب، في تعديل المادة 22 النص يقول يصرف للموظف المنتدب بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها وفق الفئات التي تحددها لائحة الحقوق والمزايا المالية. هذه وش الجديد اللي طرأ عليها؟ كان في النص السابق أنه يحدد بلائحة البدلات، ولائحة البدلات لم تعد موجودة، فأصبحت هناك لائحة الحقوق والمزايا المالية، وهذا يوافق أيضا التعديل على المادة 35 أيضا نفس الشيء، تحدد من لائحة الابتعاث والإفادة، وهذه اللوائح بعد صدور اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الأخيرة أوقفت العمل في 17 لائحة، هذه بعض منها لائحة الإفادة والابتعاث، فأصبحت تشير إلى اللائحة اللي هي اللائحة التنفيذية، أو مثلا لو كان في لائحة الحقوق والمزايا. جميل. يعني التعديل بناء عليه، فالتعديل في المادة 22 و35 نفس السبب. طيب، من ضمن التعديلات أيضا تجوز إعارة خدمات الموظف بعد موافقته للعمل لدى غير جهة عمله بما في ذلك الحكومات أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو المؤسسات غير الربحية. هذا كان موجود من أول، لكن التعديل وين صار؟ ما أدري إذا الأستاذ عادل يسمعني أو لا. أستاذ عادل،
طيب يبدو أن الاتصال انقطع مع الأستاذ عادل، لكن هذه مجموع التعديلات اللي صارت، وفي أكثر من تعديل كنا نحاول مع الأستاذ عادل أنه نشرحها، ولكن يعني سنعاود الاتصال بإن شاء الله اليوم أو في حلقة غد لاستكمال البقية. كان من أهمها واللي دار حولها الكثير من الحديث العلاوة السنوية والاقتصاص من الراتب، وهذا اللي صار. طيب يبدو رجع الأستاذ عادل. أستاذ عادل صوتي واصل لديك؟ أي نعم. طيب كنا نتكلم عن أنه تجوز إعارة خدمات الموظف بعد موافقته للعمل لدى غير جهة عمله، بما في ذلك الحكومات والهيئات والمنظمات الدولية والمؤسسات غير الربحية. يعني فكرة الإعارة موجودة من أول في النظام، لكن وش التعديل اللي صار في هذا البند؟ التعديل هو في تعديل مفهوم الإعارة والاستعارة. كان في السابق الإعارة بالأجهزة بالذوات الشخصية المعنوية أو الخاصة والحكومات والهيئات الدولية، لكن بين الجهات الحكومية ما كانت تسمى إعارة، بعضها يسمى تكليف. تعدل مفهوم الإعارة والاستعارة. الاستعارة أن يستعار موظف خدمات موظف غير مشمول بالنظام الخدمة المدنية من أي جهة أخرى تستعير الجهة الحكومية، وهذا يعني في الفترة الأخيرة أصبح شائع في الجهات الحكومية. بالنسبة للإعارة يعار لجهات حكومية يعني على نفس النظام، او اذا كان منظمات مثلا دوليه، هيئات او المؤسسات والمنظمات الدوليه المستثمرة. جميل. اذا الموظف يعني موافق على الاعاره ويرغب فيها، يحق لجهه عمله انها تمنع اعارته اذا كان في مصلحه العمل وهي بحاجه لخدمه. القرار عند الجهه بعد موافقته مثل ما نصت عليه. طيب اخيرا الماده 37 او تعديل الماده 37 نصها يقول يجوز استثناء وظائف معينه من بعض احكام هذا النظام وفق ما تنظمه اللائحه، وذلك بالاتفاق مع وزير الماليه. يا ليت تشرح لنا هالنقطه. النص السابق كانت الصلاحيه لمجلس الخدمه المدنيه ان يجوز استثناء وظائف معينه بقرار مجلس الخدمه المدنيه. المجلس كما يعرف الكثير انه الغي بالفترة السابقة، ونقل الآن الاختصاص إلى اللائحة التنفيذية للنظام على أن يكون هناك اتفاق مع وزير المالية، وهذا استثناء يتبع على وظائف معينة. إما استثناء من المسابقة أو أحكام المفاضلة، أو استثناء حتى من المؤهل في بعض الوظائف التي تتطلب مهارات معينة غير التأهيل. وهذه موجودة في السابق، لكن الآن أصبح الاستثناء وتحديدها نقل من مجلس الخدمة المدنية إلى أن يكون إلى اللائحة التنفيذية بالاتفاق مع وزير المالية، وهذا أيضا تعمل عليه الوزارة في تحديد الوظائف المستثناة كمجموعات معينة وفق شروطها. طيب قبل ما أنهي معك هذا الاتصال أستاذ عادل، في شيء تحب تضيفه بخصوص التعديلات أو تنبه الناس له ولمتابعته؟ طبعا احنا هذا جزء من تطوير شامل لنظام الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية. في أيضا مجموعة من التعديلات رفعت، من بينها تعديل مادة 13 اللي وافق عليها مجلس الشورى قبل حوالي 3 شهور. ومتعلقه باستماح الموظف في ممارسه التجاره. وايضا في مراجعات شامله لمجموعه من اللوائح، ان شاء الله كلها نسعى الى انها تخدم عمليه التطوير في القطاع الحكومي والتوافق مع رؤيه المملكه. جميل. هذه الماده رفعت كي يوافق للموظف بممارسه التجاره ويستخرج سجل تجاري. نعم، وفق شروط معينه وفئات محدده. صحيح. في استثناء للوظائف فيما رفع ولا كل الوظائف؟ حتى الان طبعا في احتمال يكون فئات معينه في احكام معينه، احنا اللي رفعناه يكون مطلق. بس طبعا في اشتراطات معينه، منها الافصاح ومنها موافقه الوزير وعدم تعارض المصالح، ومجموعه الحقيقه من الاشتراطات اللي تحمي الوظيفه العامه حتى لا يستغل هذا الموضوع للاضرار بالوظيفه العامه. لكن ايضا يتيح المجال للموظف لمزاولة التجارة، وله أسباب كثيرة وفق الدراسات اللي أجرتها الوزارة اتضح أن هناك حاجة، وأيضا حتى ممارسات في عدد من الدول تسمح للموظف بمزاولة التجارة. أستاذ عادل اليوسف شكرا جزيلا لك. أخبار يا هلا وقضايا مستمرة معكم، ولكن بعد هذا الفاصل.